السياسة الغربية والدين، كل الدين في نفسه في نظر السياسة الغربية القائمة لا شيء، لا وزن له ولا قيمة، يستوي في ذلك اليهودية والمسيحية والإسلام. على أن هذا السبب، على أن هذه السياسة تعادي الإسلام وتتربص به وتشن حربها عليه على مختلف الأصعدة، لما تحذر منه من قيادة العالم، لما من قيادته للعالم، لما يمتلكه من قدرة على الإقناع بما له من عقيدة سماوية متميزة وشريعة رائدة ونظام شامل خصب يجمع بين الأصالة والمرونة، وله القدرة الفائقة على قيادة الحياة وتفجير طاقات الإنسان بما يحقق للإنسانية كل آمالها الممكنة، كل آمالها الممكنة والتي تنسجم مع شرفها. وحين تؤدي حرية الكلمة الساقطة ولغة السب والشتم وإهانة المقدسات إلى ضرر مادي يلحق الغرب من موقف مقاطعة شعبية على المستوى الشعبي العام للأمة مثلا، أو من خلال ضغوطات مادية تملك الأنظمة الحاكمة للأمة الإسلامية ممارستها على الغرب بصورة مؤثرة موجعة، فعندئذ سيضع هذا حدا لحرية التعبير المنفلتة وحالة الاستهتار بكرامة المقدسات والإهانات المتكررة للإسلام. والغرب الذي يدخل معه عدد من الأنظمة التي تحكم الأمة في تحالفات قوية ضد دول إسلامية وضد حالة التحرر في الأمة وضد مصلحة الإسلام وحركة الوعي والصحوة في صفوف المسلمين، آمن من جهة هذه الأنظمة ومطمئن إلى أنها لن يكون لها موقف صادق في نصرة الإسلام. يكفيك من هذا أن تسمع لغة إسرائيلية وأمريكية في مساحة واسعة من الإعلام التابع لعدد من الأنظمة الرسمية في الأمة، وتشهد مناصرة واضحة للتوجه الإسرائيلي والأمريكي وتهديدهما بإشعال حرب في المنطقة لتحرق أخضرها ويابسها معه. وتأتي على بناها التحتية وتقوض على المدى البعيد أمنها واستقرارها. إن المسيرات والاعتصامات التي يعيشها الشارع الإسلامي في الكثير من أقطاره ومواقع تواجده يخافها عدد كبير من الأنظمة الحاكمة للأمة أكثر من خوف الغرب منها، وتسبب لهذه الأنظمة حالة حرج شديدة لما تفرضه عليها من اتخاذ موقف غاضب لكرامة الرسول صلى الله عليه وآله وقدسية الإسلام، ينسجم ولو بدرجة مع موقف الأمة، وهو الشيء الذي يختلف مع موقفها التصالحي والتحالفي والتبعي للغرب أو أن تدخل في مصادمة لا تأمنها مع ملايين الأمة إرضاء للغرب وإبقاء على ثقته بها. والعناد الآخر عناد شعب آل على نفسه ألا يرجع إلى البيوت ما لم يسترد حقه ويسترجع حريته وكرامته وتعترف له السلطة بحجمه ووزنه وموقعه، وأن يصبر على الأثمان الباهظة التي يكلفه بها بقاؤه في الساحات ومسيراته ومظاهراته واعتصاماته، وإن كانت من أوضح ما في الدنيا من مسيرات ومظاهرات واعتصامات سلمية وأقربها إلى التقيد بالحكم الشرعي العادل وأجلاها صورة في التحضر. الشعب هنا مؤمن بأن تكليفه أن يواصل حراكه لتقويم الوضع وتصحيح الواقع ورفع الظلم وإقرار العدل، وأن ما يعطيه من تضحيات في هذا السبيل إنما هو برضا الله سبحانه ومما يقرب إليه. وهذه الرؤية الدينية الواقعية تجعله أشد عنادا في طريق التغيير وتمسكا بضرورة الإصلاح والبذل في سبيله، وهو عناد في الحق وليس من عناد الباطل في شيء. هذا العناد بطبيعته يفشل سحر آلة الفتك التي يعتمدها عناد الباطل، فمع توفره واستمراره
لا تأتي النتيجة إلا في صالح ما يستهدفه من تغيير لمصلحة الحق وإصلاح من أجل رقي الوطن وسلامة المجتمع وخير كل مواطن. إن الشعب لن يرجع بإذن الله من مشوار حراكه بما هو دون حقه وعزته وحريته وكرامته، فعلى هذا الطريق حتى تحقيق النصر. وهنا كلمة ولا بد لنا ونحن نتساءل عن مآل التحرك السياسي الشعبي السلمي العادل وما سيفضي إليه، أن نستذكر الحقيقة الإيمانية الثابتة التي يمثلها قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقوله عز من قائل: وما النصر إلا من عند الله، فليكن كل البذل من أجل الله عز وجل، وكل تضحية في سبيله، وكل الخطى في هدى دينه، وكل حركة وسكون أخذا بحكم شريعته، وهذا هو الانتصار لله سبحانه. وعندئذ يتنزل على من أخلص له نصره، والله لا يخلف الميعاد.